وهاد السيكسو كي داير معاك الناس مزيانين؟ الحمد لله كاين اللي مزيان كاين اللي ما مزيانش، كاين اللي بدا يحتقر فيا، كاين اللي بدا يقولك حيد ليا من هنايا، وانا كنشطب لهم زبيلهم من الوالده راك عارفه. اي خويا مرحبا. شي باغي نقولك واحد الحاجه ولكن ما قدرتش والله. يا خويا علاش كاين المشكل؟ صراحه رانا ان شاء الله ما نجيوش بيه، رانا هو معاك المعقول. مرحبا. ما عرفتش خوك واش غيرضى بيا ولا لا. انا اللي باغاك ما كاينينيش خويا ولا رايك شي واحد اخر. واش انا خوك ولا عدوك؟ خويا وعلاش ملي جاي مع داك النظافه هذاك الموسخ هادشي اللي بقى لي تلاقاني مع داك الموسخ ديال معامل النظافه؟ علاش اخويا؟ شوف نقول لك واحد الكلمه، ترى ما كنبغيش نتعدى لك حيت انت اختي عزيزه عليا، راه ما كنبغيش نتعدى لك، بعدي من داك عامل النظافه بعدي لي منه. شوف غنقول لك واحد الكلمات، داك النهار شفتك مع الخوادريه، هاد المره لقاك مع الخوادريه. شوف قبل ما نعاودكش عندي يلا حيد من حدايا. هاني في خويا مرحبا. شي باغي نقولك واحد الحاجه ولكن ما قدرتش والله. لا قول علاش فين كاين المشكل؟ صراحه اش نقول لك اختي، انا هاد السيكشوال هذا ديما كنشطبو عارفك كتسكني هنايا، باغي نقولك واحد الهضره ولكن خايف. قول مرحبا، خاصك شي حاجه نعاونك شي حاجه؟ لا صراحه كتعجبين. ومالك كتقول لها وانت حشمان؟ لا خفتي كتحتقريني ولا تعايريني بحال داكشي ديال الافلام. انت قلت لي داكشي ديال الافلام ماشي ديال الواقع. ياك الرجله ما كتعابش. ربي يخليك انت راجل، قولها وانت مفتخر. ياك ربي يخليك. الله يحفظك. مرحبا. الله يودك فرحتيني. علاش مرحبا؟ ممكن تخلي لي النمره ديالك؟ صافي انا غنمشي عند صاحبتي منين نكون راجع عليك. انت باقي هنا نعطيك الكارت فيزيت ديالي. صافي وتعلنا باللبسه ديالك ما عمرك تحشم بها. شكرا. الله يعاونك. كنت كنصحبها تحتقرني الساعه حتى هي باغه. الحمد لله على كل حال. سمحي لي شيري خليتك كتسناك. ماشي مشكل، كنت باغي نمشي نجلس في الكافي الساعة وانا قلت غنتسناك. صافي ماشي مشكل. اش كان كيعاود لك من الصباح؟ ويلي صاحبي شي مسكين قال لك كنعجبو. ايوا مالا شنو فيها؟ ماشي راجل عادي. بالعكس انا راه شوفي عجبني الحال انه يتشجع انسان ويقول هكا حيت ماشي عيب. بالعكس ماشي عيب، الرجوله راه ما كتلقاش حنا كنقلبوا عليها. ايوا تاني عندي لك واحد الخبر كتفرح. فرحيني انا دابا قريبا ندير واحد البروجي وغادي نهضر نيت على هادشي ديال عامل النظافه. يا اختي ديري فيهم خير، عرفتيهم عندي تبارك الله مشهوره والناس غيتفاعلوا معاك وغيطلع التفاعل وغادي يعجبهم الحال. يا ربي زيدهم غير في الصالير شويه. يا ربي امين. باش يلا يلا دابا نديرو شي كافي. يلا اختي على حسابك. يلا الوالده جيتي. لاباس لاباس. يلاه كنسكت شي كنصور لك اللوحات وانا نجي عندك. يلاه هو السرب بغيت نجلس معاك شويه انا هذا خدامه. انا الوالده. ها ريح كيداير مع شي تماره؟ والحمد لله الوالده حنا راك عارف. ايوا هاد السيكسور كيداير معاك الناس مزيانين؟ والحمد لله كاين اللي مزيان كاين اللي ما مزيانش، كاين اللي بدا يحتقر فيا، كاين اللي بدا يقولك حيد ليا من هنايا، وانا كنشطب ليهم زبيلهم من الوالده راك عارفه. ودي الناس اللي لاباس عليهم كاع ما كيحسوا بالناس اللي الضعفاء. والمهم ولدي احترم احترمهم كاملين. انا نديتها هذاك الشيء اللي كندير امي يمشي، هذاك الشيء اللي كندير الله يصاوبو تا هما. هاد الشيف هذا ديما كندوى معاه على الترسام باقي ما بغا كاع يرسم لي. المهم انا جبت لك شويه الغدا سارح شويه وانت عاصف كي راهي تغدى ورايحه تغداي معايا. لا لا نمشي خلي الدار حلوله وعندي الخدمه تاعنا. يلا وتهلا فراقك. الله يحفظك. سلامه.
زين ديالي لاباس مخدام راك عارفه مع اش كنت سالي شنو نمشيو نديرو شي كافي نمشي معاك بحال هكا نقص منك ولا خليها نمشي وعي يلا انا ما تلقيش بنادم انا باغي نكوي قلبي بميتينك يا عشقه ما دار فيا صيدي قوتيت واللي بغيتها طارت عليا احيا عليا اش نقول لك احلام صراحه رانا ان شاء الله ناوي نتزوج بيك رانا هو معاك المعقول علاش لا محبه ما عرفتش خوك واش غير دا بيا ولا انا اللي باغاك ما كاينليش خويا ولا راه شي واحد في الدار سانو انا اللي بغا نتزوج بيك واه تتشاولي مع هذيك الساعه المهم انا نهضر معاك وغادي نهضر في التليفون ونعطيك شي حاجه باش تقدر داكشي اللي خاصك وجي مرحبا بك لا لا عندي كلشي ولا ما تعطينيش انا وياك واحد ديالك ديالي وديالي ديالك المهم انا غادي نمشي دابا باش ما نتعطلش وحتى نهضروا في التليفون صافي يلاه ردي البارات ما خوك ما انت اختي صافي خويا واش انا خوك ولا عدوك خويا علاش ملاقي مع داك المنظفه هذاك الموسخ هادشي اللي بقى لي تلاقيني مع داك الموسخ ديال معامل النظافه علاش خويا شوف نقول لك واحد الشكل ما درا ما كنبغيش نتعدى لك حيت انت اختي عزيزه عليا راه ما كنبغيش نتعدى لك بعدين من داك عامل النظافه بعدي لي منه حشو معناك اخويا صافي نعطيه فرصه والله حتى راجل مزيان كيفاش نعطيه فرصه شوف نقول لك واحد الكلمات والله العظيم نلقاك هاد المره معايا والله يتعلقك حيد محدايا حيد محدايا فكره والله جينا معايا حيد محدايا حيد محدايا الله يرحمك حيد محدايا لا حيد محدايا واسي محمد واسي محمد راه خبرتيني خبرتيها واش تمريض ولا شنو ها وراه كنشطب راه كنديرها خدمتي اخويا شوف غنقول لك واحد جوج كلمات داك نهار شفتك مع الخوادريه هاد المره لقاك مع الخوادريه شوف دابا ما نعاودكش عندي يلا حيد محدايا اخويا راه شنو اللي عندك تاش باش تاش عندنا ما ضافه سير بحالك انا راه ما داخل لحقك سير بحالك تلقاك انت فاهم صراحه انا ان شاء الله لو نتزوج بيك راه غادي نعاود نعمل ما عرفتش خوك واش غير دابا بيا ولا انا اللي باغاك كيفاش خويا ولا شي واحد حاج مصطفى لا لا صافي الامانه ديالك موجوده لا لا موجوده موجوده لا كون هاني من هاد الناحيه كون هاني راك عارف اني خدمه عندي مزيانه واخا يلا لا لا ندوزك غنتغدى ندوزك يلا المهم انت ميكا بحطيت الميكا وش حطيت تحت الباب
راه احلام واحد ميك حطيت حدا الباب فيه الفلوس وفيها الشيكات وفيها كلشي. ما عرفتش داك الشيكات وكلشي كلشي فيها. نحتيها في الطارو سير رجع للطارو دابا جيبها يلا بالي. فاش شي كتشوف هاد الفلوس ديال خويا؟ ها تهدني لقيت واحد الميكان. ها تهدني واش هادي؟ واش ديالك؟ هادي خويا. الله طحت فيها انا وكنت هنايا. واش ديال خوك؟ صافي مشي والك صافي سيري للدار ديري داك الشيء تما من بعد ونهضرو. سيري. لا ولكن خاصك تعرف شكون اللي لقاهم. انا راه ماشي الغلط مني منك انت الا عقلك ما عرفتش فين كاينهم خليهم قدام الباب. عرفتي شكون لقاهم؟ شكون اللي جمع لك فلوسك؟ شكون هذاك الراجل اللي كتضل تعير فيه؟ داك السيد اللي كيخدم مسكين في النظافه كتقول لي انت مسطخ وكان مسطخ بصح كاع ما يرجع لك فلوسك ومشى شدهم وتزوج بشي وحده اخرى. سمعتي ولكن الرجل بحر والعوامه قلال دابا حتى العوامه ما بقاوش لي عوامه في كشكوشه. دابا سراو معاك المطارق. ايوا خدم عقلك مزيان وعرف راسك اش كدير. زيدي وسكتي ما تقولش ليا في الغادي. زيدي وسكتي خويا انا صافي سطيتيني. زيدي جيتي نعايرو؟ لا ما جيتش نعايرو. اشنو جاي دير لي المره تجري عليه من سيكتو تحرش عليه صحابك؟ شوف هاد السيد ظلمته وديك النهار ضربته وتعديت عليه كيصحاب لي انا داخل على قبلنا على قبل الطمع انت هي كتبغي وما بغاش نخسرك. اليوم جيت نصلح الغلط ديالي جيت نصلحه. والحمد لله بعدا ملي عرفتي راسك شنو درتي. اشنو درت؟ انا كنقول اختي كنقول شوف واش واحد عامل النظافة ما عندوش؟ علاش عامل النظافة ماشي راجل؟ نسيتي بانا شنو كان خدام؟ على بالي أنا كان عساس. عمر واحد ما ينسى أصلو، وماشي عيب نكونوا مخداميش ولا نكونوا خدامين الخدمة اللي ناقصة. راه بقات في الرجولة حيت كون كان شي واحد اللي ماشي ولد الناس ما غاديش يرجع لك فلوسك. حتى أنا سمعي حتى أنا أصلح الغلط ديالي. أنا هنا دابا، ياك كتبغي؟ كتبغيها؟ الله يكمل كل شيء بخير. كل شيء على حسابي. الله عليك. هناك زمان الحب طلت شوف فين وصلنا قلب ما يحنف قلب والناس ولا تخلعنا كل شيء يكذب ويخون ويرجعوا لي.